احنا نريد لكم دور. تصرفوا مثل خميس الخنجر، شوفوا شلون يقعد ويا الامهات ويعاملهن كبسيط كرجل، تكرمون النزاع حذاء حتى يطب للخيمه. اي هالشكل، هاي الاخلاق العربيه اشتغلوا عليها توصلون. ذكر بي ذكر. الشيخ يلا خلاص ايضا دخل حجي وين مع النازحين أن تقم. يلا جيت عليه. يا مرحبا. يلا يا حيا. يلا يا حيا. وجينا هنا. وهسه ما رجعت بادوش؟ رجعت. ما رجعونا للحسن. ماكو طريق عليها هسه يعني. ماكوش مجسر مكسر؟ ما رجعونا. كله ترابي ومملوء. للحسن. وانت ايش عندك وليدات؟ والله عندي وليد وبنت. هاي البنت؟ لا والله برا هاي. برا. بس والله راعي بيتي تعبان. سلامته. الله شبي شباب تيجي تكبري؟ لا والله. راح نزوجها بس نرجع على بادوش الا زوجها. اثنين زوجها. انا الله يحفظك. ان شاء الله تعور وتصير سوالف هذه. الله يعافيك. هاي محنة الان بنهايتها. والله تعبنا. بس الحمد لله. الحمد لله وشكرا. الحمد لله على سلامتكم. والحمد لله. زين. بارك الله بكم. والله حفظ لنا البلد وان شاء الله الان الجيش ده يحقق انتصارات وراح. الحمد لله. تعال 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 تعال. تعال تعال عند والله ما عم انت قاعد. اي والله قصر بعيد والله. اوعدك زول. اي والله يبارك بيك. انا خادمكم ان شاء الله. خادم مهمة. الله يعافيك. أزمة وتعدي ان شاء الله. الله كريم. الله كريم. أزمة وتعدي نساعد بها. الحمد لله. ناس تساعد ناس. الحمد لله. ما نعبر هالمحنة ان شاء الله. اي والله. أنا أريد هذا حزبكم بما أنه تتعاملون ويا رجل وشخصية وطنية تعاملوا مثله. أنت ما تعرفوا له القيمة، يجوز ما فكرتوا بهذا ورا 20 سنة 30 سنة يقول لك أنا والله قعدت ويا خميس الخنجر من كنت صغيروني وقعدني بحضنه. إحنا نريد يقول هم قعدت بحضن مصطفى الكبيسي وقعدت بحضن وسام العبيدي وقعدت بحضن شو اسمه مصطفى العالم من كنا صغار وشفتوا شلون وكبروا وصاروا مسؤولين وصاروا قاده للبلد. هيك نريدكم، هيك نريدكم. ذاك محمد بن راشد شوفوا شلون يقعد ويا الناس. من تكون خادم ربعك الله يكبر شانك، الله يكبر شانك. فدور الناس الله ينطيك الجزاء بالارض قبل والاحسان في السماء ان شاء الله. شوف لو وين عرفتك محمد بن راشد. محمد بن راشد مكتوم حالك؟ حالك الله بخير. خير الله فيك. يا مرحبا يا مرحبا براجي. وين قاعد هنا؟ لا هنا ما يسوق هو شو تامرنا انت؟ والله شو اللي قاصرنا؟ والله ما قاصر يا الحمد لله طال عمرك. انتوا كفايه بس اذا طاعيكم شوفتكم بالدنيا بس كافيه. ما يحتاج أبو أوامر وما أدري شو. لا لا أنا جايينك أشوف شو اللي محتاجين. والله هذا اللي تبغى. عندنا بيت متخيول تخيله لكن هو ما يبي شوي تصليح هين. لا ما نبغى تصليح، بنسوي لك جديد مرة. جديد عاد وين برتش عاد خلاص. نحطه مرة وين تبغى. زين هو بده تو أنت ولا أنا وين بنصير عاد خلاص. مكانك هني. هني بسوي. واللي تأمر عليه إن شاء الله بدي. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا طويلة مرحبا طويلة. يلا مرحبا بدها ولا تعقب. والله ما عرفتك تيين عنك طول أبو. بس الحين عرفتني. اي نعم. ها نعم. متى وصلت وانا ما شاء الله الحين جايين جينا نطالع عقب المطر شو اللي استوى شو اللي اختراب شو الخراب. يا مرحبا ساعه. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. حكمنا بسيط، حكمنا بسطاء، القيادة عندنا جدا بسيطة، الترابط مع الناس بشكل بسيط هو سبب نجاح، أحد أسباب نجاح القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وأحد مميزات قيادة صاحب السمو الشيخ محمد.